اهلا بيكم مع وصفه جديده من وصفات اطبخ مع امون. النهارده هقدم لكم طريقه عمل خبز التورتيلا. هنحتاج 3 كوبايات دقيق وذره ملح، حوالي 8 معلقه بيكنج صودا. بنقلبهم مع بعض، وبعدين بنحط 3 معالق سمنه او زبده، ما نحطش زيت عشان الزيت بينشفها. بنفرك الزبده في الدقيق لحد ما تبقى حبيبات صغيرة. بنصب بعد كده حوالي نص كوباية مية دافية، بس بنحطها شوية شوية، وبنفضل نعجن لحد ما تبقى عندنا عجينة متجانسة ولينة. بعد كده بناخدها وندلك العجينة كويس لمدة 10 دقايق. بنشغل الليكوتين عشان تبقى العجينة بتمص كده، نقدر نفردها بسهولة. شوفوا، كل ما بندلكها اكتر العجينة بتنعم معانا اكتر، بقت طرية خالص وبقت مرنة. بنحطها بعد كده في البولة وبنغطيها بالبلاستيك لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة العجينة ارتاحت، بنبتدي نقطعها، بنحطها على دقيق. الكمية اللي انا عملتها دي ممكن تبقى من 8 ل 10 قطع تورتيلا. بعد ما بنقسمها بنكورها، بنعملها كور، بنحطها في البولة وبنغطي عليها واحنا بنشتغل عشان ما تنشفش. بنبتدي ناخدها بنفردها بالنشابة عشان نعمل دايرة كبيرة، بنرققها على قد ما نقدر، بنشدها من الأطراف بصوابعنا بس بخفة عشان ما تتقطعش مننا. بعد كده بنحطها، بنعمل كل كمية التورتيلا ورا بعض، وبنحط بينهم بين كل واحدة وواحدة ورقة زبدة. بعد كده بنغطيها ببلاستيك راب عشان ما تنشفش. على طاسة سخنة بنحط التورتيلا، وبعدين بنهدي الحرارة لأقل من المتوسط. لما بتبتدي الفقاعات تظهر بنقلبها. بتاخد حوالي 15 ثانية. بنقلبها تاني وبعدين بنشيلها. احنا مش محتاجين الفقاعات، فبنحاول نفضيها واحنا بنسويها. ما تنسوش تغطوها بعد كده بفوطة او بقماشة نظيفة او ببلاستيك. وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو بتاعي وتشتركوا عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. انا بعمل فيديو كل يوم، واشوفكم بكرة في وصفة جديدة. باي.